تعالوا نشوف مع بعض يا شباب، ادي امتحان الميد تيرم. احنا خدنا الفيديو الاولاني حلنا فيه الام سي كيو، الفيديو الثاني لامتحان ميد تيرم 2019 هنحل فيه الكوتشن تول اللي كان عباره عن اسئله صح وغلط، كانوا تحديدا 10 جمل صح وغلط. تعالوا نشوف الجمل الصح والغلط اللي كانت موجوده في الامتحان ده كانت شكلها عامل ازاي. ادي عندنا اول جمله في الامتحان ده، في اللي هو كجمله صح وغلط ترو اور فولس. أول جملة بيقول the opportunity cost is increasing when PBF is concave. طبعا الكلام ده كلام صح مليون في المية. لو تفتكروا احنا قلنا ال PBF لو كان شكله concave كان شكله بالمنظر ده، اوكي، ده هنلاقي ان ال opportunity cost is increasing. فرقم واحد دي جملة صح مليون في المية، رقم واحد دي صح. الجملة التانية economic growth shifts the PBF inward. يا جماعة هل ال PBF هيتحرك inward لما يحصل economic growth؟ لا، هيتحرك outward away from the origin، بعيد عن نقطة الأصل. أدي الـ PBF أهو، ده كان قبل، لو قلنا ده رقم 1 ده before economic growth، لكن after economic growth الـ PBF shifts upward، shifts outward away from the origin، بعيد عن نقطة الأصل. يبقى كلمة inward لا، هي المفروض outward. السؤال التالت في امتحان الميد تيرم صح وغلط، common system اللي هو النظام اللي كل حاجة بيكون most of resources owned by public sector by government sector answers the economic question، بيجاوب على المشاكل الاقتصادية وأسئلتها using the price mechanism. غلط. ال price mechanism لو رجعنا المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية ملوش علاقة بال common system. ال price mechanism ده ليه علاقة بال free market system. ال price mechanism مش في ال common system، ده في ال free market system. يبقى رقم 3 ده جملة غلط. رقم 4 United Kingdom UK is pure free market economy. كلمة pure free market economy يعني resources owned by private sector. غلط. على فكرة ال United Kingdom مش free market system، ده تعتبر mixed. و most of economics nowadays are mixed economies. معظم اقتصادات دول العالم دلوقتي على فكرة mixed economy. يعني Egypt is mixed, UK is mixed, USA is mixed وهكذا. فالجملة دي جملة غلط، رقم 4 غلط. 5 effect of an increase in post consumers income and cost of production of Y سلع Y will necessarily increase equilibrium price and equilibrium quantity of good Y. هل بالضرورة؟ لا مش بالضرورة. ليه؟ لأن حضراتكم ده يتوقف على حاجة كتيرة جدا. افرض بص بقول لك ايه، لو حصل انه الانكم بتاع الكونسيومر زاد، اوكي، حصل فيه انكريز، طبعا الانكم بيأثر في مين؟ في الديماند، صح؟ بيأثر في الديماند. والكوست برودكشن زادت، الكوست برودكشن بتأثر في مين؟ في السبلاي. هل بالضروره ده هيعمل انكريز في الايكوليبريم برايس والايكوليبريم كوانتيتي؟ انا هنا عشان اعمل دوت هقول لك مش بالضروره. الجمله دي جمله غلط. ليه؟ ابسط شيء، انا ممكن اعمل لك رسمتين، رسمة ممكن يحصل فيها النتيجة دي وممكن رسمة يحصل فيها حاجة مختلفة. ازاي؟ هل الانكم تأثيره دايما بوزيتيف على الديماند؟ ممكن يكون تأثير الديماند بوزيتيف، ممكن يكون تأثير نيجاتيف. ازاي؟ يعني اقول لك ادي الانكم، ممكن الانكم اي لما يزيد لان الديماند يزيد، اوكي، ده لو كانت السلعة نوعها ايه؟ نورمال، صح؟ لو كانت السلعة نوعها نورمال، نورمال جود، السلعة نوعها نورمال جود، تمام. وممكن يكون الديماند لما يزيد الانكم، سوري، لما يزيد يكون تأثيره على الديماند يكون تأثير نيجاتيف، يقلل الديماند يشفته ليفت. امتى؟ لما تكون السلعة نوعها انفيرير، سلعة اللي قلت لك في المحاضرة ما بقتش من مستوانا، سلعة ما يطلق عليها سلعة رديئة. طيب، وفي نفس الوقت قال لك ان الكوست برودكشن حصل فيها انكريز، يعني انا عايز اعمل رسمه نوضح فيها انه الانكم زاد فالديماند يزيد لان السلعه نورمال، والكوست برودكشن تزيد. لما الكوست برودكشن تزيد انت عارف ان ده يترتب عليها ايه؟ ده يترتب عليه ان السبلاي شيفتس، سبلاي شيفتس ليفت، سبلاي يقل. وهنعمل رسمة تانية ان الانكم يزيد والديماند يقل لان السلعة نوعها انفيرير، بس في نفس الوقت الكوست برودكشن في الحالتين زادت، الكوست زادت، وتأثير على السبلاي تأثير ايه؟ تأثير نيجاتيف، يعني السبلاي يقل شيفت ليفت. نرسم دول ازاي؟ بالنسبة للحالة الأولى
هنرسم ادي سبلاي S1 وادي ديماند D1 وادي الإيكوليبريم E1 وادي الكوانتيتي Q1 وادي البرايس عبارة عن P1. ده قبل ما يحصل شيفت في السبلاي والديماند. الكيس دي بيقول لك في عامل اتغير اللي هو الانكم فده بيشفت الديماند، وفي عامل تاني الكوست اوف برودكشن اتغير فده بيشفت السبلاي. اعمل لي شيفت في السبلاي والديماند في رسمة واحدة يعني. تعال نشوف مع بعض. ادي اهو السبلاي هنا شيفت ليفت فهنشفت السبلاي ليفت. ادي سبلاي جديد سبلاي شيفت ليفت S2 وادي الديماند انكريست لانه ده نوع نورمال. الديماند لما يحصل فيه انكريست ديماند شيفت رايت. ادي الديماند الجديد اهو الديماند الجديد D2. شايف انا عايزك تعمل بقى حد نقطه التوازن الجديده بتاعتك الديماند مع السبلاي الجداد اللي هم لونهم اسود. حصل الايكوليبريم عند نقطه E2 صح؟ بص عند E2 بص يا شباب حصل ايه في الكوانتيتي. الكوانتيتي طلعت عندي ان هي زادت وات ايفر ايا كان النتيجه اللي هتطلع عندك اكتبها يعني. وحصل ايه في البرايس؟ البرايس زاد. البرايس B2 اللي بالاسود اعلى صح؟ يبقى بيقول لك هل ده بالضروره انكريز ايكوليبريم برايس اند كوانتيتي؟ اه في الكيس اللي قدامنا دي الكوانتيتي والبرايس زادت. يبقى فعلا لما يحصل انكريز في الانكم وانكريز في الكوست اوف برودكشن ده هيعمل انكريز في الكوانتيتي والبرايس. اهو هنكتب هنا ان البرايس زاد والكوانتيتي زادت. طيب الكيس الثانيه الحاله الثانيه لو كانت السلع نوعها انفيرير هنا الديماند مش هيتشفت رايت الديماند هيتشفت ليفت. هنعمل ايه؟ هنعمل ادي سبلاي ونسميه S1 وادي ديماند نسميه D1 وادي ايكوليبريم E1 وادي هنا الكوانتيتي Q1 وادي البرايس از P1. تمام ده قبل ما يحصل اي تغيير في السبلاي وفي الديماند. معايا يا شباب؟ طيب لما يحصل انه السلعه نوعها انفيرير ديماند شيفتس ليفت ديماند شيفتس ليفت يبقى حضرتك شفت الديماند ليفت لانه لما واحد دخل ويزيد الديماند اهو انا لسه انا عملت الديماند بلون اسود المفروض كنت اعمله بلون مختلف اهو ادي الديماند شيفتس ليفت نسميه D2 ديماند يال لان السلعه افترضنا ان هي انفيرير والكوست برودكشن زادت السبلاي يقل سبلاي يقل شيفت ليفت شفت السبلاي ليفت. سبلاي جديد مع ديماند جديد نقطة الإيكوليبريم بقت عند نقطة إيكوليبريم S2 مع D2 هنلاقي أهو بصوا أدي الكوانتيتي بقت Q2. بصوا يا شباب هنا الكوانتيتي حصل لها إيه؟ قلت. وهنا البرايس حصل له إيه؟ قل. وات ايفر النتيجة اللي تطلع لحضرتك اكتبها أيا كان حتى لو مختلفة عندي اكتبها. هنا الكوانتيتي قلت والبرايس قل. سؤال هل بقى نسيسيرلي بالضرورة إن لما الإنكم زاد أهو الإنكم زاد في المرتين والكوست أوف برودكشن زادت في الحالتين هل بالضرورة يحصل إنكريز في الكوانتيتي والبرايس؟ لا. الجراف الأول الكوانتيتي زادت والبرايس زاد، الجراف التاني الكوانتيتي قلت والبرايس قل. يبقى كلمة نسيسيرلي غلط. الجملة إيه؟ غلط. تمام؟ تعال نشوف الجملة اللي بعد كده الجملة رقم 6. 6 بيقول relative scarcity مين ذات ريسورسز ار ليميتد. غلط. قلت لك في المحاضره ارجع المحاضره الاولى قلت لك سكارسيتي معناها ايه؟ معناها مش ان ريسورسز ار ليميتد يو هاف تو كومبليت لازم تكمل. هي كلمه ريلاتيف يعني نسبيه ندره نسبيه ريلاتيف سكارسيتي ندره نسبيه يعني ريسورسز ار نوت انف ار ليميتد تو ايه؟ تو ساتيسفاي اول هيومن وونتس. يبقى الجمله دي غلط عشانها ناقصه. هي المفروض relative scarcity means that resources are not enough او limited limited to ايه to satisfy all human wants يعني كان لازم يكمل. لو كان قال لك resources are not enough or limited to satisfy the unlimited human wants تبقى الجملة صح. ما كملش زي ما هو قدامنا تبقى الجملة دي جملة غلط.
7. اوكي انا بس همسح مكان اللي احنا عملناه دوت عشان خاطر نبقى احنا الكلام واضح اهو، احنا خلاص عملنا دوت فمش محتاجينه بقى. اوكي عشان بس تبقى الكلام واضح لحضرتك واحنا بنختار او بنبص على السؤال نفسه. اوكي الجملة رقم 7 بتقول انه البن efficient production الانتاج الكوف can be carried out anywhere، ممكن نحققه في اي حتة on or below the BBF. غلط، ال efficient production بيكون فين؟ بيكون بس على ال BBF on، اما لما نكون below قلت لك اي نقطة below lower than the BBF هل دي تعتبر efficient؟ دي inefficient. يبقى ال efficient production can be carried out anywhere on the BBF مش below. الجملة دي غلط عشان كلمة below. 7 غلط. 8 a decrease in price of ink used to print textbook. كلمة print يعني to produce textbook. اكتب عندك في الكراسة الانك علاقته بالتكست بوك تعتبر علاقة cost of production. cost of production وقلنا في المحاضرة الرابعة cost of production من العوامل اللي بتأثر في السبلاي ولا في الديماند؟ في السبلاي. العلاقة في الكوست اوف برودكشن علاقة نيجاتيف، علاقة نيجاتيف يعني لما الكوست اوف برودكشن تزيد يحصل ايه في السبلاي؟ يقل، ولما الكوست اوف برودكشن تقل يحصل ايه في السبلاي؟ يزيد. بص بقول لك ايه؟ A decrease in price of ink اللي هو input اللي هو cost of production حصل فيها decrease. المفروض ده يعمل ايه في التكست بوك سبلاي؟ المفروض السبلاي بتاع التكست بوك سبلاي يحصل فيه انكريز، لان العلاقه علاقه نيجاتيف، علاقه عكسيه، حصل ديكريز في الانبوت يبقى يحصل انكريز في السبلاي اوف تكست بوك. بيقول لك ويل ديكريز ذا ايكوليبريم برايس اوف تكست بوك بات انكريز تكست بوك كوانتيتيز. عشان اعرف صح والغلط لازم ارسم. طالما قال لك برايس، البرايس بتحدد الايه؟ بيتحدد بالسبلاي اند ديماند، يبقى حضرتك لازم ترسم. تعال نعمل مع بعض رسمه. هتعمل هنا فوق سبلاي وتسميه اس 1، وتعمل هنا ديماند تسميه دي 1، وتحدد ايكوليبريم تسميه اي 1، وتنزل تحت تجيب الكوانتيتي بتاعت التكست بوك، هتلاقي الكوانتيتي عباره عن كيو 1، وتجيب الجنب تجيب البرايس وتسمي البرايس ده عباره عن بي 1. ده قبل ما يحصل ديكريس في الانبوت برايسز في الكوست اوف برودكشن. لما يحصل ديكريس في الكوست اوف برودكشن ده تاثيره على السبلاي تاثير بوزيتيف، سوري تاثير نيجاتيف، يعني عكسي. يحصل ديكريس في الكوست اوف برودكشن يبقى سبلاي انكريس، سبلاي شيفتس، شيفتس ايه؟ شيفتس رايت. يبقى حرك السبلاي العكس ناحيه ان هو يزيد رايت. اس 2 سبلاي مع ديماند، تلاقي الديماند زي ما هو ما اتغيرش، هتلاقي نقطة الإيكوليبريم بقت E2. حضرتك بص يا شباب الكوانتيتي حصل لها إيه؟ الكوانتيتي بقت Q2، الكوانتيتي مالها؟ زادت، إيكوليبريم كوانتيتي زادت، وحصل إيه في البرايس؟ البرايس قل، البرايس قل. يبقى حضرتك بص بقول لك إيه؟ This will decrease equilibrium price. equilibrium price فعلا حصل فيه decrease but increase textbook quantities. increase textbook quantities فعلا حصل increase في textbook quantities، ال quantities هتحصل لها increase. الجملة دي يا جماعة صح مليون في المية. هي غلط على فكرة، هي مكتوبة غلط عندك، لا هي المفروض هي صح. الجملة دي جملة على فكرة صح مليون في المية اهو، حصل decrease في ال price وحصل increase في ال quantity. اوكي المفروض هنا will increase the quantity، فعلا ال quantity هتزيد. و increase in textbook quantities increase في sorry increase in price، لا هي decrease في ال price. هيحصل اللي يطلع معاك في الرسمة اعمله. الجملة دي جملة صح على فكرة اهو، this will decrease the quantity the price، ال price فعلا decrease، و increase ال quantity، ال quantity فعلا increase. اللي طلع معاك اعمله زي ما هو. الجملة رقم 9، الجملة رقم 9 برضو عشان نوضح لازم نعمل ايه، لازم نمسح، هنمسح ده.
اوكي، الجملة رقم 9 بتقول انه if the actual price equals the equilibrium price، لو السعر الفعلي بيساوي ال equilibrium price، انت كده عند ال equilibrium. طالما انك عند ال equilibrium المفروض ان ال quantity supplied بتساوي ال quantity demanded. طالما انك عند ال equilibrium يبقى quantity supplied equal quantity demanded، صح؟ يبقى المفروض لما تطرح الاثنين مع بعض ناقص بعض، حاجتين بيساوي بعض، لما تطرحهم من بعض جيب الديفرنس بينهم، يبقى الديفرنس بينهم بيساوي 0، الديفرنس بينهم بيساوي 0، الديفرنس بينهم بيساوي 0 اهو. Then the difference between quantity demanded and quantity supplied equal 0. فعلا طالما ان الاثنين بيساوي بعض عند الاكوليبريم يبقى الديفرنس الفرق بينهم هيساوي 0. رقم 9 صح. رقم 10 if a new medical report states that kiwi is very healthy fruit، ده احنا قلناها في المحاضره بتاعت الديماند، قلت لك لما يطلع تقرير يقول ان الكيوي ليه تاثير ايجابي بيجلب الحبيب، فاكرين طولكم في المحاضره، وبيعمل بي 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 بيزود الذكاء وبيخلي الانسان صحته احسن وبينعم الشعر وبيخليك تركيزك اقوى، ده هياثر في السبلاي ولا في الديماند؟ هياثر في الديماند. قلت لك ده بيعتبر تيستس اند بريفرنسز، كل الناس في مصر هتعمل ايه؟ الديماند على الكيوي هيزيد. The supply of kiwi should increase، غلط، مش السبلاي، المفروض الديماند بتاع الكيوي هو اللي المفروض يزيد. المفروض ده يعتبر بيتكلم على ميديكال ريبورت، ده هيأثر على التيست اند بريفرنسز، تيست اند بريفرنسز ويل تشينج ان فيفور اوف كيوي، ده بيأثر في الديماند مش في السبلاي. 10 the demand مش السبلاي should increase، 10 غلط. اوكي شكرا، احنا كده حلينا دوت، وانا هعمل لكم فيديو تاني عشان نحل في امتحان اللي هو الميد تيرم 2020.